بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الترند. بالتاكيد النهارده حدث مهم جدا ولازم ابدا بيه. النهارده مباراه المغرب وفرنسا في نصف نهائي كاس العالم فيفا قطر 2022. لو بتحب تتكلم عن كاس العالم او بتتكلم عن تاريخ بطولات كاس العالم، صعب جدا وانت بتوصل لمرحله الدور نصف النهائي وتبدا مقدمه الحلقه وتقول ان النهارده في فريق عربي افريقي بيلعب مرحله السيمي فاينال امام بطل العالم حامل لقب بطوله كاس العالم في المره السابقه. وبالتالي كل التمنيات يا رب للمغرب النهارده لتحقيق نتيجه ايجابيه، وفي حجم التطلعات كده باذن الله ان المغرب تعمل نتيجه كبيره وتتاهل باذن الله الى نهائي كاس العالم. ولكن اذا لم تنجح المغرب في التاهل الى نهائي كاس العالم، اعتقد المرحله اللي وصلت لها الكره المغربيه أصبحت محط اهتمام الجميع في العالم، ويكفي حضور كاميرات كل وسائل الإعلام في التدريب المسائي بالأمس للمنتخب المغربي، وبالتأكيد إن شاء الله بإذن الله يوفق المغرب في مباراة اليوم أمام منتخب فرنسا. حلقة النهاردة كمان فيها تفاصيل مهمة جدا، لأن هنتكلم عن موضوع يمكن شاغل بال الرأي العام كتير قوي بخصوص كأس العالم للأندية. الأهلي طبعا مش ممثل في البطولة لأنه لم يفوز بدوري أبطال إفريقيا وكان وصيف البطولة الأخيرة بعد إحراز الوداد لللقب، لكن النهاردة عندنا تفاصيل أعتقد هتسمعوها لأول مرة من خلال برنامج الترند زي ما احنا معودينكم بخصوص كل هذه التفاصيل. وهنتكلم كمان على مباراة الأهلي وفيوتشر وترند الأهلي وإيه اللي اتكتب على الأهلي في السوشيال ميديا. لكن بسرعة نروح لسؤال حلقة النهاردة، وحلقة النهاردة السؤال بالتأكيد على سيمي فاينال نصف نهائي كأس العالم مباراة المغرب وفرنسا. توقعاتكم لهذه المباراة شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم، لعل وعسى ممكن يكون نهائي كأس العالم المغرب والأرجنتين بإذن الله. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة فيوتشر، وكمان تاو يبدأ برنامجه العلاجي بعد إصابته في العضلة الخلفية. وفي ترند المونديال، المغرب على موعد مع حلم العرب والأفارقة. حلم العرب والأفارقة ربنا يكرم بإذن الله أسود الأطلس يعملوا نتيجة إيجابية وتأهلوا إلى نهائي كأس العالم بإذن الله. المباراة النهائية إن شاء الله يوم الأحد الساعة 5 بتوقيت القاهرة. طيب مباريات اليوم نبدأ بمباريات الدوري، يمكن منذ قليل انتهت مباراة المحلة وطلائع الجيش، وفي نفس اليوم أو النهاردة كمان مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم. نبدأ طبعا بكأس العالم، مباراة اليوم المغرب وفرنسا الساعة 9 بإذن الله بتوقيت القاهرة. كلنا عارفين إذا انتهى اللقاء الأصلي أو التوقيت الشوط الأول والثاني بالتعادل أنا أحتكم إلى الوقت الإضافي 30 دقيقة على شوطين ثم ركلات الجزاء الترجيحية. طيب الدوري المصري، والنهاردة مباراة المحلة وطلائع الجيش انتهت منذ قليل، ومباراة كانت كبيرة جدا. طلائع الجيش كان متقدم بهدفين مقابل لا شيء، لكن قدرت المحلة تعمل ريمونتادا وتحقق انتصار كبير بالفوز بثلاثية على طلائع الجيش لتنتهي المباراة بفوز المحلة 3-2، ونتائج إيجابية ومميزة للمحلة هذا الموسم، لم يخسر سوى من النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لفقرة ترند ترند، أبرز الأخبار والكواليس والمعلومات زي ما أنتم متعودين معانا في هذه الفقرة. أهلا بحضراتكم من جديد. طيب كأس العالم للأندية، والموضوع ده يمكن عمل يعني اهتمام كبير جدا في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، ويمكن الموضوع ده يمكن الحمد لله كنت من أوائل الناس اللي تابعت القصة دي بالظبط يوم الحد اللي فات. جالي تليفون من احد الزملاء الصحفيين او اكثر من زميل في المغرب، وكانت المعلومه بالظبط زي ما هقول لكم عليها، لان الناس كانت فاكره ان المغرب تقدمت بطلب لاستضافه كاس العالم للانديه. لا، هي القصه مش كده، والناس تناقلت الخبر بشكل غير صحيح. الفكره ان الاتحاد الدولي عايز يكلف المغرب باستضافه كاس العالم للانديه كترشيح، يعني الفيفا بيرشح ان المغرب تستضيف هذه البطوله. ولكن لغاية اللحظة دي اللي بتكلم معاكم فيها مفيش قرار رسمي بإقامة كأس العالم للأندية أين ومتى. تمام؟ طيب الفكرة في حد ذاتها ليه المغرب ممكن تنظم؟ الأمور متعلقة ببعض التفاصيل اللي موجودة حاليا في الدوحة، والنتائج الكبيرة اللي حققتها المغرب في كأس العالم، والنجاحات المميزة للجامعة الملكية المغربية في كأس العالم الأخيرة
في الدوحة اللي مقامة حتى الآن، والنهاردة مباراة السيمي فاينال أمام منتخب فرنسا. يوم الجمعة في اجتماع للجنة التنفيذية. جرى العرف أو الناس عشان تبقى عارفة تنظيم كأس العالم بيبقى إزاي. أولاً تنظيم كأس العالم الفيفا بتسند التنظيم للاتحاد الوطني سواء طلب أو عنده إمكانيات مادية إن هو يستضيف البطولة، لأن الأمر مش متعلق بمنافسة ما بين الملفات عشان الاستضافة، ولا القصة مش ماشية كده، القصة ماشية في إطار إن أنت لو عندك القيم المالية اللي ممكن توصل لحوالي مثلاً يعني 20 مليون دولار بتدفعهم كتأمين للاتحاد الدولي، اتفضل استضيف البطولة. وبالتالي هي مسألة توافق أو تكليف من الفيفا لمن يستضيف هذه البطولة خلال الفترة اللي جاية. طيب الناس لما عرفت الخبر إن المغرب مرشحة لاستضافة كأس العالم للأندية، طيب إيه اللي حصل؟ على طول تواردت الأنباء إن خلاص طالما المغرب هتستضيف يبقى بالتالي النادي الأهلي هيشارك، بناء على إن اللائحة الأخيرة للبطولة اللي تم تنظيمها في الإمارات كانت محددة بعض التفاصيل. أنا أقول لكم بالظبط في اللائحة المنظمة لكأس العالم للأندية الأخيرة في النسخة الأخيرة في الإمارات إيه اللوائح المنظمة أو البنود المنظمة لهذه البطولة. أولاً الفيفا رقم واحد بيختار الاتحاد المحلي لتنظيم كأس العالم للأندية. ثانياً الاتحاد اللي بيسند للتنظيم بيكون مسؤول عن التنظيم والاستضافة وفق تعليمات الفيفا. ثالثاً الاتحاد اللي بيتولى التنظيم بيبرئ ذمة الفيفا عن أي مسؤولية أو عن أي دعوة قضائية من استضافة هذا الحدث إذا كان هناك أي خسائر مالية أو دعاوى قضائية ممكن تحصل. يعني بالتالي أنت بتستضيف وبتمضي إبراء ذمة للفيفا إن أنت المسؤول عن كل شيء، عشان لو حصلت أي مشاكل قانونية يبقى الاتحاد الوطني اللي بيستضيف هو المسؤول مش الفيفا. طب اللي بيتشارك في البطولة دي كام نادي؟ 7 أندية: بطل آسيا، بطل أفريقيا، بطل الكونكاكاف، بطل الكونمنبول أمريكا الجنوبية، أوكيانوسيا، وبطل دوري أبطال أوروبا. يعني بنتكلم في حوالي كده 2 4 6 زائد بطل الدوري للاتحاد المستضيف للبطولة. طيب مثلا لو البطولة اتلعبت في شهر فبراير ولسه دوري أبطال آسيا محددش مين البطل، هل البطولة تتلعب ولا تستنى تتأجل؟ لا تتلعب، ما عندهمش مشكلة إن البطولة تتلعب، بشرط إن الاتحاد الآسيوي يختار فريق للمشاركة في هذه البطولة مع اعتماد الفيفا للفريق اللي هيشارك في البطولة. وبالتالي مثلا لو اتلعبت البطولة من 1 ل 11 فبراير ولسه بطل آسيا مش معروف، الاتحاد الآسيوي يقدر يختار الفريق اللي هيلعب في البطولة حتى لو ما كانش البطولة خلصت، ممكن ياخد مثلا آخر فريق بطل لدوري أبطال آسيا ولا يكن مثلا الهلال السعودي ويلعب في البطولة والفيفا يوافق. طيب في حالة المغرب الموقف إيه بالظبط؟ الوداد هو بطل دوري أبطال إفريقيا، والوداد هو بطل الدوري المغربي، والاتحاد المغربي في حال إذا تم تكليفه بالتنظيم الوداد هيشارك. طب اللائحة، وركزوا بقى في النقطة اللي جاية دي، اللائحة الأخيرة اللي معمول عليها البطولة في الإمارات اللي هي 2021 قالت إيه؟ لن يكون هناك فريقان مشاركان من نفس الاتحاد العضو إذا كان الفائز من مسابقة القارة، إذا كان الفائز من مسابقة القارة هو نادي تابع للاتحاد المنظم. يعني بطل الدوري أدي فريق مغربي مثلا، وبطل دوري أبطال إفريقيا فريق مغربي آخر، المغرب لو نظمت يبقى ناديين من المغرب بيشاركوا في البطولة؟ لا. طيب في جزئية تانية محدش تطرق ليها، بطل دوري أبطال إفريقيا هو الوداد وبطل الدوري هو الوداد. طيب هو قالك إيه؟ لو النادي التاني من نفس البلد يستبدل بالنادي التالي الأفضل في المسابقة الإفريقية، ما قالش وصيف دوري الأبطال، هو قال النادي التالي الأفضل في المسابقة الإفريقية. وطبعا دي أو ده معيار اللي بيحدده الاتحاد القاري، يعني ممكن الاتحاد الإفريقي يقول لك إيه نقطة بركان هو بطل الكونفدرالية ويعتبر ده النادي التالي للمسابقة الأقوى الإفريقية، الوداد البطل ونهضة بركان بطل، وبالتالي دول الناديين اللي هيشاركوا، ولكن هنا هيصطدم برضو بفكرة ان الناديين من المغرب. طيب تعالوا بقى للجزئية الأهم اللي عايز اختم بيها كلامي في هذا الموضوع. الكلام ده على لائحة 2021، إذا بلاش حد يحط أي مقياس على اللائحة دي في البطولة الجاية، لأن البطولة الجاية ممكن تتعدل كل البنود دي، ممكن تتعدل اللائحة. يعني اللائحة اللي موجودة حاليا على موقع الاتحاد الدولي دي اللائحة اللي اتنظم عليها كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات. طب 2022 اللي هتتلعب في أوائل 2023 وليكن مثلا في المغرب،
هتتعمل لها لائحه وهيتم نشرها على الويب سايت بتاع الفيفا. ممكن تتعدل اللائحه، ممكن تنزل نفس نصوص اللائحه، ممكن يحصل تعديلات على اللائحه، وبالتالي من السابق للاوان ان نتحدث عن من سيمثل افريقيا في كاس العالم للانديه في حال اقامه البطوله في المغرب. هل الوداد فقط؟ هل الوداد نهضه بركان؟ هل الوداد والاهلي؟ كل الامور دي ناجلها شويه حتى لو الفيفا اعلن يوم الجمعه ان المغرب هتنظم، لان في لائحه بتتعمل بعد اعتماد مجلس الفيفا للبطوله، واللوائح كل بطوله بتتغير. كل السنين اللي فاتت ما تقررتش ناديين في دوله واحده، ولكن محدش عارف البطوله اللي جايه ممكن يحصل فيها ايه. قدامكم مثلا هو على الشاشه من اهتمام السوشيال ميديا، كوره بلس كانت قالت فيفا يحسن امكانيه مشاركه الاهلي في كاس العالم انديه 2023 بسبب المغرب. طبعا كل المواقع يمكن نقلت التفاصيل دي من خلال موقع برازيلي كان القى الضوء على ان المغرب مرشحه للاستضافه، ويمكن الحمد لله انا قلت لكم القصه دي من بدري اصلا، يعني المغرب المعلومه كانت جايه من المغرب ان هم مرشحين. برضو الوطن سبورت قال كاس العالم 2007 يفتح الطريق امام الاهلي للمشاركه في مونديال الانديه، لان نفس الامر ده كان حصل في اسيا، يعني كان بطل دوري ابطال اسيا هو نفس الفريق مثلا في الدوري الياباني، ما كانش ينفع اليابان تشارك بناديين فشارك فريق واحد وشارك فريق اخر من اسيا. يعني في عوامل سابقه او في معايير سابقه ممكن ناخدها كمقياس على البطوله اللي جايه، ولكن انا بستنى اللوائح. ممكن يحصل اي تعديل في اللوائح قبل بطولة 2022 هتتقام إن شاء الله في بداية 2023. طيب دي الجزئية المتعلقة بالمغرب. النهاردة إحدى الصحف الأسبانية اتكلمت على إن نادي ريال مدريد تم إختاره رسميا، وقدامكم على الشاشة أهو، تم إختاره رسميا إن من الفيفا، يعني إن كأس العالم للأندية هيقام في الفترة من 1 إلى 11 فبراير في أبو ظبي. وبالتالي هنا بقى ايه، لف وارجع تاني. فاهمين انتوا عارفين الشعار الشهير اللي موجود في السينما المصريه، يعني معنى كده على قديمه بقى، بطل دوري ابطال افريقيا الوداد، بطل دوري ابطال اوروبا ريال مدريد، بطل مثلا امريكا الجنوبيه فريق برازيلي، وخلاص هم اللي هيشاركوا مع فريق بطل الدوري الاماراتي، اخر بطل هو اللي هيشارك في كاس العالم للانديه. لكن الصحيفه الاسبانيه اكدت ان ريال مدريد تلقى خطاب رسمي من الفيفا ان البطوله في الفتره دي خلال البداية العام القادم في أبو ظبي، ويوم الجمعة في اجتماع لجياني إنفانتينو مع مجلس الفيفا لتحديد كل الأمور المتعلقة بالبطولة دي. كل التفاصيل المتعلقة بكأس العالم الأندية من أول ما الخبر طلع من يوم الحد اللي فات لغاية اللحظة اللي بتكلم معاكم فيها دلوقتي. النسب إيه؟ مفيش أي نسب لأي شيء، لأن كل شيء وارد خلال الفترة الجاية. نركز في مشوار الدوري، نركز في مشوار أفريقيا. جت أهلا وسهلا، ما جاتش احنا بننافس على افريقيا عشان نتواجد في كل المحافل الدوليه خلال الفتره اللي جايه. وكلكم عارفين، واعتقد يعني حتى كمان الناس في الكاف او في الفيفا عارفين، وجود الاهلي في اي محفل دولي او قاري يعني بيدي للبطوله قيمه ورونق ومكانه. واسالوا حتى الاشقاء في الخليج، يعني سواء في قطر سواء في الامارات، لما الاهلي راح لعب كاس عالم انديه في الامارات وفي ابو ظبي كانت البطوله عامله ازاي، ولما الاهلي راح لعب في الدوحه اخر نسخه او النسخه قبل الاخيره كانت البطوله عامله ازاي. والحمد لله في النسختين الاخيرتين اتلعبت في ظروف كورونا وكانت ظروف طبيه صعبه جدا، ومع ذلك الحضور الجماهيري اللي حصل في الدوحه في النسخه قبل الماضيه باعتراف الفيفا باعتراف جاني انفانتينو فرق جدا حضور النادي الاهلي في هذه البطوله. الاهلي عنده رقم قياسي 3 برونز في كاس العالم للانديه، وعموما هنستنى الفتره اللي جايه ولكن نستنى التكليف الرسمي. فين البطولة هتتلعب؟ لو في المغرب برضو نستنى اللايحة، لأن اللايحة ممكن يحصل فيها أي تعديلات واردة خلال الفترة اللي جاية. ده كل شيء متعلق بكأس العالم للأندية واللي كان بيتردد خلال الساعات الأخيرة على السوشيال ميديا. أخرج لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نتكلم على أخبار الأهلي ونشوف الجديد النهاردة بخصوص تدريبات الأهلي الصباحية. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب طبعا بنتكلم على تدريبات الاهلي، والنهارده الفريق استأنف تدريباته صباح اليوم استعدادا لمواجهه فيوتشر يوم الجمعه المقبل في مباريات الدوري العام. الحمد لله الاهلي لعب 6 ماتشات، كسب الست ماتشات، العلامه الكامله 18 نقطه. وقدامكم على الشاشه يمكن دي لقطات من التدريب الصباحي صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيره. بيبدا المران طبعا بنزول اللاعبين لارضيه الملعب، الترحيب بالجهاز الفني مارسيل كولر وكل الجهاز المعاون. قدامنا محمد عبد المنعم، عمار حمدي والحمد لله موجود في التدريبات، وعندي كذا معلومه عن عمار حمدي. يعني نقدر نقول الفريق ان شاء الله يعني فتم الجاهزيه
لمواجهه فيوتشر يوم الجمعه الجايه. مباراه صعبه جدا جدا جدا، وهتبقى مباراه حماسيه ونتائج فيوتشر في الدوري مع نتائج الاهلي، فهنشوف حماس وقوه ونديه من خلال هذه المباراه. كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، قدامنا ايمن اشرف في التدريبات الجماعيه، رامي ربيعه، عمرو السوليه، محمود كهربا برضو النهارده هتكلم على كهربا واخر الاخبار اللي مكتوبه في السوشيال ميديا. فان شاء الله باذن الله ربنا يكرم الاهلي في المباراه اللي جايه. قدامنا علي لطفي، مصطفى شوبير والحراس خلال الفتره اللي جايه. يمكن الشناوي خد راحه شويه كده من التدريب صباح اليوم، لكن دخل في التدريبات الجماعيه، يعني ان شاء الله في معدلات يعني تدريب بدني عامله كولر عشان حاله الاجهاد وكده. قدامنا برونو سافيو، يا جماعه برونو سافيو خرج ما بين الشوطين في المباراه السابقه، وجهه نظر فنيه، الحمد لله ما فيش اي اصابه ولا اي حاجه تقلق الجهاز الفني او الجماهير قبل المباراه اللي جايه. برونو سافيو سليم وان شاء الله هيكون جاهز لمباراه فيوتشر. بالمناسبه النهارده كولر عمل محاضره قبل انطلاق المران، ويمكن المحاضره كانت مرتبطه اكتر بالهايلايتس والمباراه اللي تابعوها امبارح، مباراه الاهلي الاخيره في الدوري امام الاتحاد السكندري، واتكلم فيها عن نقاط القوه ونقاط الضعف، وكان تركيز كولر اكتر على نقاط الضعف وازاي قدر الاتحاد السكندري يعني تتاح لي فرص عديده امام مرمى الاهلي، ولولا تالق الشناوي كان هيبقى في مشكله في هذه المباراه. النقطه دي ركز عليها كولر بشكل كبير، واتكلم مع اللعيبه ازاي نبقى كسبانين 2-0 و3-0 وفي نفس الوقت المنافس يقدر يوصل لمرمى الاهلي بهذا الشكل، وضربتين جزاء لولا الشناوي تالق بالتاكيد يعني كانت ممكن المباراه يبقى فيها نديه اكتر من كده. طيب اتكلم كمان كولر على فكره ان احنا لازم مهم جدا نركز في المباراه اللي جايه وما يكونش فيه يعني فرص للمنافس، ونحسم المباراه بدري ونستغل كل الفرص اللي بتتاح لينا امام المرمى. النهارده كمان كولر يمكن في التدريبات كان مركز اكتر على التدريبات البدنيه للعيبه اللي ما شاركتش في مباراه الاتحاد السكندري. طبعا اللعيبه خدت تدريب بدني تحت قياده اندرياس اندويا مخطط احمال الفريق. كان كمان في فقرات فنيه، لكن طبعا الفقرات الفنيه ما بنحكيش تفاصيل لان ده شغل تكتيك للجهاز الفني، يعني انتوا عارفين اي تدريب يعني هو اخر حاجه ممكن تاخد 10 دقائق ربع ساعه من البدايه. طيب بيرسي تاو، ويمكن لاعب سيء الحظ للاسف، يعني بعد تالقه في مباراه المحله والاتحاد السكندري واحرز هدفين، وهنبدا نقول بقى تاو وكمان التكتيك اللي بيلعب بيه كولر بالنسبه للفريق بوجود تاو كراس حربه، يعني سوء حظ كبير جدا تعرض له بالاصابه نتيجه طبعا كان منفرد بمرمى الاتحاد السكندري وللاسف تعرض لاصابه بالعضله الخلفيه. عمل اشعه، والنهارده دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي يمكن اعلن نتيجه الاشعه، وقال يعني للاسف هيبقى في اصابه ممكن تستبعد اللاعب لحوالي 4 اسابيع خلال الفتره اللي جايه، وباذن الله في برنامج علاج هيتحط لبيرسي تاو خلال الفتره اللي جايه. طبعا الواحد حزين لان بيرسي تاو من اللعيبه كواليتي لعيب محترف مش موجود في الدوري المصري، يعني لعيب مهاري بيروح للجون كويس، بيتحرك في المساحات بشكل كويس جدا، ولكن للاسف سوء الحظ يعني هو ده السبب في اصابه بيرسي تاو. بالمناسبه يا جماعه عشان الكلام الكتير في موضوع الاصابات، اصابه تاو في العضله الخلفيه مش نفس الاصابه السابقه، مش نفس العضله، عشان بس الناس اللي هتقعد تتكلم وتقول لك اصابات كتير والاصابه متكرره والاصابه مزمنه، وانا عارف الناس دايما بتحب تركز على اصابات الاهلي اكتر رغم ان في ده بيحصل مع فرقه ثانيه، لكن باكد لكم مش في نفس المكان ومش في نفس العضله، لكن ده نصيب وقدر. ان شاء الله يرجع تاو سليم خلال الفتره الجايه ونطمئن عليه، وان شاء الله الفريق يكون جاهز لمواجهه فيوتشر يوم الجمعه اللي جايه باذن الله. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف السوشيال ميديا وكتبت ايه عن الاهلي من خلال ترند الاهلي. اهلا بكم من جديد، وترند الاهلي واللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا. النهارده عندنا كلام مهم جدا في هذه الفقره، لان السوشيال ميديا ركزت في تفاصيل اعتقد محتاجه ردود كبيره وواضحه من خلال برنامج الترند. نبدا مع بعض وحساب يلا كوره اتكلم على موقف اللعيبه اللي ممكن ترجع للفتره اللي جايه في المباريات والتدريبات، واللعيبه اللي خرجت الفتره الاخيره ممكن بسبب الاصابات وموقفها ايه من العوده. ترند الاهلي من حساب يلا كوره على تويتر كشف موقف عمار حمدي وبرونو سافيو وطاهر من مباراه الاهلي وفيوتشر. اولا برونو سافيو انا باكد لا يعاني من اي اصابه وجاهز للمشاركه في المباريات، وخروجه ما بين شوطي مباراه الاهلي والاتحاد السكندري كانت وجهه نظر فنيه من مارسيل كولر، ويمكن تغيير برونو سافيو يعتبر دلوقتي هو اسرع تغيير لمارسيل كولر منذ ان تولى القياده الفنيه للنادي الاهلي.
لعب مباراتين في افريقيا، لعب مباراه سوبر امام الزمالك، لعب 6 مباريات في الدوري، يعني بنتكلم حوالي 9 مباريات. كان دايما اول تغيير بيبدا من الدقيقه 60 65، لكن تغيير برونو صافي هو اسرع تغيير ليه لانه تم ما بين شوطي الاهلي والاتحاد السكندري. طيب عمار حمدي اليومين اللي فاتوا كان خد راحه سلبيه حوالي 48 ساعه بسبب شعوره بالام في عضله الفخذ، ما كانش ليه علاقه خالص بالرباط الصليبي. الناس ربطت ان تجدد الاصابه لا قدر الله عمار حمدي بعيد يومين بسبب في مشكله في الرباط الصليبي، لكن المشكله كانت في الام بسيطه في الام في الفخذ. لكن النهارده نزل التدريبات وشفته النهارده معانا في الصور، عمار موجود في التدريبات الجماعيه وهيشارك بشكل كويس جدا. طاهر محمد طاهر قدامه اسبوعين بالظبط على العوده للمشاركه في التدريبات والمباريات خلال الفتره الجايه، يعني بنتكلم مثلا على يوم 29 ديسمبر 30 ديسمبر هيكون طاهر محمد طاهر جاهز للمباريات. بيرسيتاو بنتكلم في 4 أسابيع لحين شفائه من اصابه العضله الخلفيه خلال الفتره الجايه. اذا اتكلمنا عن برونو سافيو، طاهر محمد طاهر، عمار حمدي، وبيرسيتاو، وكلنا فاكرين طبعا المباراه الاخيره الحمد لله استعدنا حمدي فتحي ومحمود متولي بعد غيابهم لفتره اثناء وجودهم مع المنتخب تعرضوا لاصابه وبالتالي ابتعدوا عن عدد من مباريات الاهلي، لكن في المباراه الاخيره امام الاتحاد السكندري كانوا موجودين في القائمه ونزلوا وشاركوا في الشوط الثاني. طيب نروح لحساب كره 11 ويبدو ان السويسري يفرض سيطرته الكامله على غرفه الملابس. كولر يظهر العين الحمراء للاعبي الاهلي وتهديد مباشر بالاستبعاد من النادي في حاله مخالفه تعليماته. طب الموضوع ده انا عارف في البعض بيحاول يتكلم فيه كتير وبيتكلم فيه بعد بعض المشاهد اللي ظهرت في مباراه الاتحاد السكندري. اولا مش شخصيه كولر، وانا بقول لكم معلومه مش بقول لك وجهه نظري، مش شخصيه كولر ان هو ينفعل على لاعب او يتخذ قرار ضد لاعب بشكل ممكن يوصل لمرحله ان هو في خلاف او احتدام في النقاش ما بينه وما بين اللعيبه، او ممكن يبان ان في اظهار للعين الحمراء. لا، في قواعد والمنوط بتنفيذ هذه القواعد هو الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بعد راي المدير الفني مارسيل كولر. انا حاسس او شايف ان البعض بيحاول يذكر اسماء خلال الفتره الحاليه، لكن في انضباط حاليا داخل الجهاز الفني مع اللعيبه، وفي انضباط فرضه الجهاز الفني والكابتن سيد مع اللعيبه بشكل كبير جدا في الموسم الحالي. واي حد جوه صفوف الفريق ايا كان، سواء كابتن الفريق او لاعب صاعد او لاعب ليه خبرات طويله او لاعب لسه منضم للاهلي، عارف الطريقه والسياسه اللي الاهلي بيتعامل بيها في مساله الانضباط داخل غرفه خلع الملابس. وبالتالي في دور لعمرو السوليه كابتن سيد دايما بيكلمه عليه وبيوجهه ليه، وفي دور كمان لعدد من اللعيبه اكيد بتتكلم مع بعض عشان بعض المشاهد اللي ممكن تظهر في مباراه البعض بيفسرها بشكل معين وبيحاول يكبر الموضوع. مش عايز ادخل في تفاصيل او اذكر اسماء، لكن قدر الامكان حاولت بس اشرح لكم الازمه البعض بيحاول يصورها فين وجوه الجهاز او جوه اوضه اللبس الاهلي اكيد انتوا عارفين بيتعامل ازاي. طيب نروح لحساب كوره 11 وده اللي كنت بتكلم عليه. سيد عبد الحفيظ يخرج عن هدوءه وينفجر في وجه قائد خط وسط الاهلي ويوجه له 4 رسائل تحذيريه بعد ما بدر منه خلال مباراه الاتحاد السكندري. طب التفاصيل بتتكلم عليه بقى؟ عبد الحفيظ طلب من السوليه التركيز فقط في الملعب، عدم الاعتراض على اي قرارات. قال له انت لاعب كبير ومن قاده الفريق، لازم تدي اللعيبه نصايح جوه الملعب. كمان دعم اللاعبين والشد من ازرهم بدلا من الغضب من قرار الاستبدال، خاصه انك لعيب خبره. طيب انا بقول لكم دايما في النادي الاهلي في طريقه تعامل محدده وفي لائحه واضحه. مش هتكلم على تفاصيل السوليه واصل قفشه، اصل شادي حسين نزل لاعب هاف وما لعبش راس حربه، اصل شريف ما لعبش. اكيد التفاصيل دي ناس كتيره ممكن تفكر فيها، ولكن انا هروح لمثل تاني مختلف تماما. علي معلول. علي معلول لما لعب كاس عالم مع تونس ولعب في المباراه الاخيره امام فرنسا، امتى كان موجود في القاهره ونزل تدريبات النادي الاهلي؟ بعد مباراه فرنسا ب 24 ساعه. هل سافر تونس؟ لا. هل خد اجازه يومين؟ لا، ده لعب اخر مباراه، بل البعض في اخر 10 دقائق قال لك ده مصاب ومش قادر يكمل الماتش. لكن جه وانتظم في التدريبات وشارك في المباريات. وبالتالي مثال علي معلول تحديدا اتمنى
ان الناس تركز مع التفاصيل الايجابيه دي، لان البعض بيحاول يصدر لكم تفاصيل سلبيه حتى لو في منها جزء الجهاز الفني والاداري بيتعامل معاها، ولكن ظهورها في الاعلام بالشكل ده اعتقد جماهير الاهلي فاهمه الهدف منه خلال الفتره اللي جايه. طيب حساب كوره بلس، وهنبدا نتكلم على عرض قفشه، وانا قلت لكم من امبارح الكلام هيستمر على قفشه لغايه انتقالات يناير. الكشف عن كواليس عرض الباطل لضم قفشه. طيب المصدر قال لكوره بلس ان في عرض اتقدم للنادي الاهلي لضم قفشه تصل قيمته ل 300,000 دولار للحصول على خدمات قفشه على سبيل الاعاره حتى نهايه الموسم. النادي الاهلي تحفظ على رحيل اللاعب، وكمان في ضعف للمقابل المادي. المعلومه اللي عندي واللي عايز اكد لكم ان لغايه اللحظه دي النادي الاهلي لم يوافق على اي عرض بيتلقاه لاي لاعب، وان مارسيل كولر مؤجل او اجل الحديث عن هذه العروض حتى انتقالات يناير لحين بحث مساله التدعيمات خلال الفتره اللي جايه. اذا كانت في تدعيمات قويه وفي صفقات هيتم الانتهاء منها في شهر يناير وسد بعض النواقص في بعض المراكز، اكيد لو في عرض مناسب للنادي وللاعب ممكن الاهلي يوافق ايا كان مين، سواء قفش او غير قفش. ممكن قفش يكون عنده عروض تانية على فكره غير معلنه غير عرض الباطن السعودي، ممكن الايام الجايه تسمعوا عرض من الامارات، عرض مش عارف من تركيا، هتسمعوا كتير قوي خلال الفتره اللي جايه. ولكن انا بقول لكم ان الاهلي بيتعامل ازاي مع مساله العروض اللي بتتلقاها اللعيبه في التوقيت الحالي قبل انتقالات يناير. والملف ده انا امبارح قلت لكم مش هدخل في تفاصيل، بس هيفضل مستمر معانا لغايه شهر يناير، لسه في كلام كتير ممكن يتقال في الفتره اللي جايه. والهدف منه اعتقد وكيل اللاعب، يعني داخلين على مرحله انتقالات، فبالتالي بتبقى فرصه ان الناس تعمل شغل في الفتره اللي جايه. طيب الوطن سبورت بيقولوا ان في مصدر مقرب من كهربا يكشف موعد عودته للمشاركه في المباريات مع النادي الاهلي. قلت لكم النهارده ترند الاهلي يمكن في تفاصيل كتيره وموضوعات مهمه جدا والسوشيال ميديا كلها بتتكلم عليها. بصوا يا جماعه، موضوع كهربا الحمد لله يمكن انا اتكلمت فيه من فتره، والبعض كان حاول دايما يلصق الاتهامات بالاهلي في هذا الملف، وانا معايا الملف بالكامل اكتر من حوالي 85 ورقه، وقلت الاتحاد الدولي برأ الاهلي في هذه القضيه، المحكمه الرياضيه الكاس برأت الاهلي في هذه القضيه، اللجنه القانونيه اللي كانت بتحقق في المحكمه الرياضيه قالت ان الزمالك مسؤول مسؤوليه مباشره عن رحيل كهربا، الخطاب اللي بعته اتحاد الكره هو السبب الرئيسي في تغريم كهربا، نادي الزمالك كان طلب اكتر من حوالي 5 مليون دولار تعويض عن رحيل كهربا، لكن المحكمه الرياضيه شافت الرقم مبالغ فيه. بعض الامور القانونيه ساهمت ان يبقى في عقوبه 2 مليون دولار على اللاعب، ولكن مده الايقاف اكيد بعد الست شهور هتنتهي في شهر يناير اللي جاي باذن الله. عشان يبقى في ايقاف تاني، انا بقى هنا بتكلم على اللوائح، ايا كان بقى مين اللاعب او ايا كان النادي، بنتكلم مثلا عن نادي سين ونادي صاد واللاعب عين، عشان بس الامور تبقى واضحه. يعني اللاعب عين عنده قرار بايقافه لحين السداد لغايه شهر يناير. طيب جه يناير وما سددش، هل الايقاف بيتجدد تلقائي؟ لا، لازم تتخذ اجراءات تاديبيه من جديد مع لجنه الانضباط في الفيفا لحين سداد اللاعب. بتاخد لها فتره قد ايه؟ ممكن من خلال شهرين لاربع شهور لخمس شهور. طب في الفتره دي اللاعب بيفضل موقوف؟ ما هو فتره الايقاف خلصت، يفضل موقوف ولا يلعب؟ هنا الامر مرتبط بخطاب هيتبعت من اتحاد الكوره للاتحاد الدولي عشان بحث هذا الامر في ظل ان الايقاف انتهى، وبالتالي اللاعب ياخد قرار انه يشارك لحين بحث الامر وسداد الفلوس او توقيع عقوبات تاديبيه بعد كده اذا ما سددش حتى بعد ست شهور حتى من انتهاء الايقاف في الفتره اللي جايه. في تفاصيل كتيره قوي قوي في الملف ده، لكن انا باكد لكم اكيد النادي الاهلي بيفكر في مصلحه النادي بشكل كويس، وبيفكر في مصلحه اللاعب بشكل كويس، وكهربا كمان عارف خطواته اللي جايه بشكل كويس جدا. وعموما الايام قربت وباذن الله نشوف كهربا في الملاعب قريب جدا جدا جدا. طيب ده كان ترند الاهلي، وزي ما قلت لكم النهارده في تفاصيل كتيره معانا في ترند الاهلي، وما زال الحديث دايما عن الاهلي في السوشيال ميديا رغم الصداره والتفوق والتالق محليا وقاريا، لكن دايما كلكم عارفين الاهلي دايما على السوشيال ميديا اكتر نسبه مشاهده وقرايه ومتابعه، صاحب الشعبيه والجماهيريه الاولى مش في مصر بس، ده في الوطن العربي كمان. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع نتكلم بقى عن ترند المونديال ونشوف اخبار كاس العالم فيفا قطر 2022. النهارده مباراه كبيره المغرب وفرنسا. اليوم المغرب تكتب تاريخ وتصنع تاريخ من جديد في كاس العالم فيفا قطر 2022.
طيب ترند المونديال، وعندنا كلام مهم جدا بخصوص كأس العالم، والنهارده الكلام كله على مباراة المغرب وفرنسا. ربنا يوفق أسود الأطلس يعملوا نتيجة كبيرة وعريضة تكون سلاح ذو حدين، يعني سلاح مهم جدا للكرة العربية والإفريقية خلال السنوات القادمة في المونديال. طيب نبدأ الترند العالمي بحساب الوطن الرياضي واللي ركز على تاريخ المواجهات بين فرنسا والمغرب. اتكلم ان في 5 مباريات ما بين المنتخبين. المغرب لم تفوز على فرنسا قبل كده، اتعادلوا مرتين وفرنسا فازت 3 مرات. النهارده باذن الله يكون اول فوز للمغرب على فرنسا، زي ما اول كمان مشاركه للمغرب في مرحله الدور نصف النهائي. طيب حساب في الجول وتصريحات مهمه جدا من مايكل ارتيتا مدرب نادي ارسنال، واللي انهال بالاشاده على وليد الرجراجي المدير الفني لمنتخب المغرب والانجاز اللي حققه مع اسود الاطلس. قال التاثير الذي يحدثه وما يقدمه وليد الرجراجي التقدير كله يعود له، ما يفعله أمرا رائعا وما ينجزه عظيم، ومن الإيجابي أن نجد منتخبا إفريقيا في تلك المرحلة، إنهم في نصف نهائي كأس العالم. تصريحات محترمة بصراحة من أرتيتا مدرب أرسنال. طيب حساب يلا كورة، وبيتكلموا على إلغاء 30 رحلة مغربية لمساندة الأسود أمام فرنسا في كأس العالم. يمكن كان في أكتر من رحلة، حوالي 30 رحلة تم الاتفاق عليها ما بين السلطات القطريه والسلطات المغربيه عشان الجماهير تسافر وتشجع اسود الاطلس في ملعب استاد البيت، ولكن نظرا لنفاذ التذاكر فبالتالي الجماهير اللي جايه من الدار البيضاء كازابلانكا الى الدوحه هتوصل قطر ومش هتحضر الماتش. فعلى طول تم التنسيق في الساعات الاولى من صباح اليوم على الغاء كل هذه الرحلات، طالما اللي جاي من المغرب مش معاه تذكره الافضل انه ما يسافرش. وللاسف حصل تكدس في المطار وكانت فيه مشاكل، لكن نتمنى باذن الله ان الجمهور اللي سافر ومعاه التذاكر يحضر ويكون فيه مؤازره. والنهارده حتى كل الصحف العالميه بتتكلم على اكتر من 70-80% من ساعه ملعب استاد البيت هتكون للجماهير المغربيه امام فرنسا. طيب نروح كمان للمصري اليوم وتصريحات مهمه جدا من هيرفي رينارد المدير الفني الاسبق لمنتخب المغرب، وحاليا هو المدير الفني للمنتخب السعودي وهو اصلا فرنسي الجنسيه. اتكلم وقال عشت مغامره رائعه مع لاعب المغرب في بلد يحب كره القدم. انا فرنسي وولدت في فرنسا ولدي جواز سفر فرنسي، لكن انا اسف ساداعم المغرب امام فرنسا، لان هذا البلد جعلني استثناء ومنحني حب لدرجه لم اكن اتخيلها، وهذا ما يحدث عاده في مثل هذه البلاد، اما ان يعني يكرهوك او يكرهونك او يحبونك، وقد منحني المغرب الكثير، لذلك علي ان اشاركهم فرحتهم. والله روح رياضيه كبيره جدا من هيرفي رينارد، واعتقد لو كان مدرب عربي وقال الكلام ده على برده كانت الدنيا هتتقلب بنسبه كبيره جدا، لكن في النهايه كوره يا جماعه اكيد. طيب حساب يلا كوره، ويمكن نقلت صوره كبيره جدا من عاصمه الارجنتين لاحتفال جماهير الارجنتين بالوصول إلى نهائي كأس العالم. الأرجنتين آخر مرة وصلت الفاينل كان في بطولة 2014 في البرازيل وخسرت من ألمانيا. المرة دي ميسي والفرصة الأخيرة، هل يتوج بكأس العالم؟ هنشوف ده يوم الأحد اللي جاي بعد ما فاز قبل كده بكوبا أمريكا. طيب في الجول مدافع الأرجنتين علينا أن نلعب بشكل أفضل. دي تصريحات لمدافع الأرجنتين مارتينيز، واللي قال فيها حققنا الانتصار الخامس لنا في المونديال، كانت مباراة صعبة، هدفنا الفوز، نجحنا في تحقيقه، الصعود للنهائي أمر رائع. طبعا مارتينيز بيلعب في مانشستر يونايتد، واتكلم وقال إن كرواتيا لعبت بشكل مختلف، لكن هنقفل صفحة الاحتفالات ونبدأ نركز في فاينل كأس العالم. 90 دقيقة وميسي ممكن يحقق الحلم. آخر حاجة ويمكن دي عملت يعني إثارة شوية على السوشيال ميديا، فكرة إن الاتحاد البلجيكي كأحد أكبر الاتحادات الأوروبية والمصنف رقم 2 في تصنيف الفيفا يجي على الاكونت الرسمي بتاعه على تويتر ويفتح باب التقدم لاختيار المدير الفني الجديد لمنتخب بلجيكا. طبعا زي ما انتم شايفين حساب الاتحاد البلجيكي يمكن على تويتر فتح باب التقديم لاي مدرب عايز يتولى تدريب منتخب بلجيكا وحط عدد من المعايير. الناس ممكن تستغرب شويه، لكن انا باكد لكم على فكره معظم الاتحادات الافريقيه والاوروبيه بتشتغل بنفس الشكل ده. في سيفيهات بتتقدم، في معايير بتتقال، وفي الاخر في لجنه فنيه بتشتغل وبتختار وبتحط خطه للاتحاد خلال الفتره اللي جايه. هي في مصر محدش بيعمل ده، بس صدقوني والله في اتحادات بتنجح بالشكل ده زي الاتحاد البلجيكي، والكاميرون عملت كده، في اتحادات افريقيه كمان مهمه عملت كده الفتره الاخيره. طب احنا طرحنا سؤال في بدايه الحلقه،
فكره مباراه المغرب وفرنسا، توقعاتكم لهذه المباراه، التوقعات مش الامنيات. اشرف يوسف بيقول مساء الخير يا استاذ محمد، اتوقع فوز المغرب ان شاء الله على فرنسا بضربات الترجيح والصعود لنهائي كاس العالم باذن الله تعالى، وعايزك تمثيلي على نجيب ومحمد شفيق والسيد الفقي، تحياتي لكل الناس. طيب نروح لسامي بيقول نتمنى من قلوبنا فوز المغرب طبعا، ولكن المباراه ستنتهي 1-2 لفرنسا. ماشي. نروح لاستاذ عبد الرحمن بيقول الحسابات والتوقعات بتقول فرنسا بس اتمنى المغرب تكسب. واضح وجاب من الاخر. هاني بيقول بصراحه انا بتمنى المغرب بس المشكله الدوافع اكتر لفرنسا، كونه حامل اللقب بس يا رب المغرب تكسب. اخر مشاركه معانا خالد دسو بيقول المغرب بامر الله 1-1 ثم في ضربات الجزاء المغرب هتصعد. يعني في تفاؤل في امنيات، لكن البعض بيتكلم في التوقعات بالواقعيه، شايف ان فرنسا يا جماعه عندها عثمان ديمبلي وجريزمان ومبابي، يعني فرقه كبيره، فاران في خط الدفاع فرقه كبيره وفرقه تقيله، لكن انا واثق باذن الله المغرب هتعمل مباراه كبيره وايا كانت النتيجه. اسود الاطلس نجحوا في تسطير تاريخ كبير جدا للكره العربيه والافريقيه في مونديال الدوحه قطر 2022. نتمنى التوفيق يا رب باذن الله النهارده للمغرب تقدر تعمل نتيجه ايجابيه. الحضور الجماهيري باذن الله كمان هيبقى كبير النهارده في استاد البيت، وكل الجماهير العربيه بالتاكيد هتلتف حوالين الشاشات الساعه 9 من مساء اليوم بتوقيت القاهره. لعل وعسى عشنا وشفنا فريق عربي وافريقي في نصف النهائي، ليه لا؟ ممكن يوصل فاينل كاس عالم يوم الاحد اللي جاي باذن الله على ملعب لوسيه باذن الله، تكون مباراه امام التانجو الارجنتيني، وبساعتها بقى الدوافع هتبقى كبيره جدا. هل ميسي؟ هل زياج؟ ياسين بونو؟ كل ده هنشوفه خلال الايام القليله القادمه. في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي الاسبوع القادم في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.